دواء جديد بتتكلم عنه هيئة الدواء واللي ليه علاقة برضه بالغش التجاري، وقالت يا جماعة في واحد من التشغيلات الخاصة بدواء ليه علاقة بخفض الكوليسترول حاليا يعني بيتم سحبه من الأسواق. مش أول مرة بنتكلم الحقيقة على أدوية بهذا الشكل، ولكن دايما احنا بنتكلم على أساس بيانات رسمية. احنا معانا على الشاشة هنشوف البيانات الرسمية الخاصة بهيئة الدواء اللي بتتكلم على سحب تشغيلة جديدة من واحد من أدوية خافض الكوليسترول أو خافض الكوليسترول. الدواء اسمه أتور، يعني نعرف تفاصيل ليه بيتم سحب تشغيلة جديدة وليه الموضوع بقى متكرر الحقيقة في الفترة الأخيرة، وهل ده بينذر لشيء ما أو غش تجاري زي ما اتقال في بيان هيئة الدواء، ولا إيه اللي بيحصل تحديدا؟ نرحب معانا بدكتور عماد ميخائيل أمين صندوق نقابة صيادلة القاهرة. مساء الخير دكتور عماد. مساء الخير يا ياسين عليك وعلى مشاهديك الكرام. أولا نعرف من حضرتك تفاصيل البيان اللي صدر عن هيئة الدواء الخاص بواحد من أدوية خفض الكوليسترول، إيه اللي حصل في هذا الدواء دكتور؟ هو بالفعل هيئة الدواء المصرية أصدرت منشور بتحذر فيه من وجود تشغيلة غير سليمة لأعراض أتور 10 ميلي جرام، وده دواء لعلاج الكوليسترول المرتفع. التشغيلة دي رقم 23/11/410. الأول إحنا بننصح الناس اللي بيستخدموا الدواء ده لعلاج ارتفاع الكوليسترول إن هم يراجعوا من على العلبة اللي موجودة معاهم الرقم بتاع الباتش نمبر، ده رقم بيبقى موجود جنب تاريخ الصلاحية كده، بيبقى مصبوغ بحرفين بي ان اللي هو باتش نمبر يعني أو رقم التشغيلة، يعني حرفين بي ان وجنبهم الرقم اللي احنا قلنا عليه ده اللي هو 23/11/410. تمام. لو العلبة بتاعتك عليها الرقم ده فما تستخدمش الدواء ده، لو مش عليها الرقم ده رقم تاني يبقى انت الدواء بتاعك سليم، عشان الناس ما يحصلهاش نوع من أنواع الخوف أو الرعب. مش كل دواء أطور فيه مشكلة، التشغيلة دي بس هي اللي فيها مشكلة. ايه مشكلة هذه التشغيلة طيب يا دكتور؟ لا هو الشركة المصنعة وهي شركة ايبكو اكتشفت ان التشغيلة دي موجودة في السوق وهي مش من تصنيع شركة ايبكو، وبالتالي هي غير مطابقة للمواصفات. ربما يكون المادة الفعالة اللي فيها غير مطابقة للمادة الفعالة الحقيقية، فبالتالي ده دواء لا يعتد به ان هو أتور 10 ميلي جرام أو دواء بيحتوي على مادة الأتورفاستاتين لعلاج الكوليسترول. عشان كده اتقال مصطلح غش تجاري، يعني مش الشركة نفسها المسؤولة عن صناعة هذا الدواء هي اللي عاملاه أو عاملة هذه التشغيلة، لا هو في مكان تاني هو اللي عملها. في الحقيقة ده دواء مش غير مطابق، يعني مش دواء طالع من شركة إيبكو بس غير مطابق للمواصفات، لا ده غش تجاري، يعني الدواء ده موجود من شركة تانية أو من حد تاني عامله. وده يعتبر دواء غير سليم. طب كنا لسه بنقول يا دكتور ده مش اول دواء الحقيقه بتنزل عنه الهيئه بيان بتحذر فيه وبتقول ان هيتم سحب هذا الدواء من السوق، ليه العمليه بقت متكرره؟ يعني يمكن ما عداش ايام ولسه كنا بنتكلم على برضو واحد من الادويه الشهيره اتقال ان في تشغيله معينه منه برضو بيتم سحبها، ليه الموضوع بقى متكرر يا دكتور؟ بصي يا استاذ انا هقول لحضرتك حاجه، اول حاجه ظاهره غش الادويه دي ظاهره موجوده في العالم كله مش في مصر بس يعني. وان كان كمان يعني عايز اطمن الناس ان الظاهره دي ممكن تكون ظاهره محدوده في مصر، ما هياش ظاهره كبيره قوي. كمان احنا عندنا هيئه الدواء بتتابع شغلها بشكل كويس، واي حاجه بتظهر في الصيدليات غير مطابقه على طول بتطلع بيها بيانات. ربما يكون كان زمان ما كانش بتطلع بيانات كده يا سينا، لكن دلوقتي بتطلع بيانات ومنشورات على طول، فربما يكون ده السبب اللي مخلينا بنشعر ان لا ده واضح ان الظاهره بقيت كتير، لكن هو ده حاصل بيحصل من قبل كده وبيحصل دلوقتي، واظن ان دي ظاهره مش هيتم القضاء عليها تماما، ولكن يعني لما بتكون هيئه الدواء نشيطه زي الفتره دي بتحجم الظاهره بشكل كبير جدا جدا. يعني برضه عشان اكون صريح معاكي، وجود بعض النواقص في الادويه بيخلي طبعا الظاهره دي تزيد لما يكون في دواء ناقص لسبب تبقى فرصه لدخول بقى يعني اطراف ثانيه في الصناعه. بالظبط كده، ده بيدي فرصه للناس اللي هي معدومه الضمير ان هي تدخل في حاجه زي كده
وتنشر دواء غير مطابق يعني. طبعا مشكوره هيئه الدواء على بياناتها المستمره والسريعه واللي بتحذر فيها واجراءات السحب، لكن احنا يهمنا طبعا ان ما يكونش فيه المشكله من الاساس، خاصه واحنا بنتكلم في شيء استراتيجي جدا حساس جدا وهو الادويه وصحه الناس. فاذا يعني راي حضرتك كيف يتم مواجهه هذه الظاهره؟ يعني هل يعني ان الشركات او المصانع المسؤوله عن هذه الادويه تكون هي اللي بتراقب منتجها، ولا هيئه الدواء، ولا مين بالظبط اللي في ايديه يقضي على هذه الظاهره؟ هو انا عايز اقول ملحوظه ورقم اثنين عايز اقول نصيحه للمشاهدين. اول حاجه هو الدواء طبعا بيتم طول ما هو موجود جوه الصيدليه بيتم المراقبه على الصيدليات من قبل مفتشين هيئه الدواء، بينزلوا الصيدليات وبيراجعوا الادويه اللي موجوده جوه الصيدليه. رقم اثنين الشركات المصنعه للدواء ليها مندوبين أدوية بينزلوا بيتابعوا الدواء بتاعهم وبيسألوا الصيدلي عندك كم علبة والدواء جايبه منين، وبيبص على العلبة ممكن يشوف العلبة نفسها، لو لقى العلبة مش مطابقة بيقول لا يا دكتور خلي بالك الدواء ده مش سليم. فطبعا بيحصل نوع من أنواع المراقبة من الشركات الأدوية ومن هيئة الدواء المصرية. وهنا أنا بستغل الموقف ده وبقول بدي نصيحة لأهالينا وإخواتنا، لو سمحتم ما تشتروش الدواء بتاعكم من التطبيقات الإلكترونية ومن على صفحات الفيسبوك، لأن هنا أنا ما أقدرش أقول إن الدواء ده اتراقب عليه أو اتفتش عليه، ده محدش يعرف مصدره إيه. الدواء اللي جاي من على التطبيقات دي هل هو كان موجود في صيدلية ولا موجود في شقة ولا موجود فين؟ هو جالك من مكان غير معلوم وجالك في شنطة مع مندوب، أنت ما تعرفش عنه أي حاجة. لكن طول ما الدواء موجود جوه الصيدليه هو محل مراقبه وتفتيش دائم، فلو سمحتم لمصلحتكم وعشان صحتكم اشتروا الدواء من الصيدليه، والصيدليه طبعا اللي انت عارفها واللي جنبك واللي الصيدلي عارفك وعارف تاريخ المرض بتاعك، لان كمان الصيدلي اللي عارفك ده هو بيحافظ على صحتك وصحتك تهمه، وكمان ممكن يديلك معلومه صحيه ما هياش بيع دواء وخلاص يعني. انا بشكرك طبعا يا دكتور على هذه النصائح. كنت معانا دكتور عماد ميخائيل امين صندوق نقابه صيادله القاهره.